الأخوة الأخوات القديسين في المسيح يسوع، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة. شغالين برضو مفيش فايدة سلسلة الكهنوت. شفنا في حلقة سابقة بنعمة الرب من الترجمة القبطية اللي موافقين عليها، التي صدرت حديثا أنه لم يكن هناك كهنة مسؤولين عن الكنيسة في العهد الجديد أبدا، وبرضو مفيش فايدة. طيب هنجيب لهم شويه اقوال اباء بقى، وكل واحد ذنبه على جنبه. طب قبل ما نبتدي في القناه في الحلقه، سوري، افكرك لو من فضلك ما اشتركتش في القناه اشترك في القناه، ماشي كده. عايز اقول برضو اختبار سريع كده عشان يوري لك انك انت مش محتاج 200 حلقه، انت محتاج موقف واحد فقط تقف وتفكر فيه، ترجع تفتح كتابك وتنسى الناس اللي بيضحكوا عليك وبيكذبوا عليك وبيغشوك، والألقاب الكبيرة ده سيدنا فلان وبتاع، وده معلم المعرفش الايه والكلام ده كله. تواصل معي أخ بقاله عشرات السنوات في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، كلام جميل، وبعدين قال لي ربنا شال العصابة من على عينيا. حلو، فيعني حبيت أعرف يعني قلت له لو ممكن. فاسمع الاختبار بتاعه، اسمع الاختبار بتاعه. عتر على واحد صاحبه كان مسلم وجاء للرب بقى مسيحي، فهو الاخ الارثوذكس دوت وعيلته سمع الاختبار بتاع الاخ اللي العابر من الاسلام ده، فقال لي مجرد سمعت اختباره، مجرد سمع اختباره بس، قال لي اكتشفت ان انا فعلا مسيحي بالاسم. وبعدين يعني بقى واختصر لك القصة، الاخ العابر المسلم ده هو اللي بشر الارثوذكسي بالرب يسوع، وبعدين طبعا خده على كنيسة طبعا غرقة تقليدية، وبعدين ختم حديثه معي وقال لي ودلوقتي اما انا وبيتي فنعبد الرب. انت بقى اتفرجت على كم اختبار؟ 100 اختبار، وكل ما نشوف شايف بقى ديانتنا صح، ديانتك ايه وبتاع، انت مش عارف حاجة. الراجل اهو سمع اختبار لوحده واكتشف، ما عادش بيقول لك ده مين ده اللي هيعلمني المسيح. ماشي، طيب ايه بقى قصه الحلقه بتاعت المره دي والمره الجايه؟ احنا خلصنا بقى، برضو بيجيني ناس، البعض منهم جايز عايز يعرف والبعض بتحدي، يقول لك ايه بقى، وايه يا اخ سامي بقى رايك في موضوع يعقوب 5:14؟ برضو البروتستانت مزورينه. طيب ايه يعقوب 5:14 بقى؟ تعال نقراه. بيقول لك يعقوب 5:14 دي نبص عليها كلنا على الشاشة، اللي هي بيقول لك فيها ايه؟ ان كان واحد منكم مريضا فليدعو قسوس الكنيسة وليصلى عليه ودينوه بزيد باسم الرب. بيقول لك بقى قسوس دي المفروض تبقى كهنة. يا اخي ويا اختي، انا وريتك يعني الكتاب المقدس مش مكفيك، وجبت لك من الكتاب بتاعك انت، الكتاب القبطي بتاعك انت امبارح، متاسف الحلقه اللي فاتت. طيب هجيب لك برضو من نفس الكتاب اللي احنا نزلناه على الحلقه في الحلقه اللي فاتت، وعندك اللينك بتاعه، الكتاب اللي مصدق عليه البطرك بتاع حضرتك قبطي وعربي، ورحت يا عم اديني جبتها لك اهو، اتفرج عشان تعرف انت مش محتاج كل ده. انا جبت لك كم اثبات المره اللي فاتت ولا في فايده، بينما الراجل اللي قلت لك عليه ده واحد بس سمع اختبار اكتشف ان هو ماشي في السكه الغلط. تعالى اقراها لك عشان تعرف انهم بيكذبوا عليك. ده هي من ترجمه قسوس اهي، وجبتها القبط بتاعك بيقول ايه؟ ان بريزبيتيروس، يعني قسوس او شيوخ. خلصت القصه على كده، ما قالش كهنه، ما قالش اني ارفس، خلاص فهم اقتنعت ولا هجيب لك سوري يعني انت مش محتاج 100 حلقه ولا 200 حلقه، ماشي كده. وبرده على فكره موضوع حكايه كلمه قس وبين قوسين شفيع، دي كذبه كان اخترعها الانبا بشوي الراحل ده. وبعدين احنا اصلا في التعريف بتاع بريزبيتيروس لما شفناه المره اللي فاتت موجود في ان هو شخص راجل، شخص متقدم في السن او شخص عجوز او سفير، ما فيش ولا مره اتقالت شفيع. وانا الحقيقه بتواصل مع دار الكتاب المقدس عايز اكلمه في الحكايه دي، طبعا ما افتكرش حد هيرد عليا، بتواصل معاهم عن طريق الفيسبوك يعني.
ادينا في الانتظار، وشفنا ان كلمة شفيع موجودة في الكتاب حتى اللي في ايدك اسمه باراكليتوس. ماشي كده، فانت محتاج ايه اكتر من كده يعني؟ ماشي كده. عايز برضه اقول لك قصة من الواقع العملي عشان اوريك انت يعني متأسف ماشي بنفس المنطق يعني، او الله منطق بطريقة دق. تلاقي اسرة مسلمة حلو ومنتهى التقوى، بالذات الست، تصحى بدري وتصلي الخمس في اوقاتها، وتقعد تقرا قران وتصوم رمضان وتصوم الاثنين والخميس، واخده بالها من جوزها، وعمرها ما تكسر له طلب لان لا تلعنها الملائكه حتى الصباح، ومش بتشتغل ولا حاجه، متفرغه لتربيه عيالها وجوزها، وما شاء الله يعني اول ما يجي جوزها يضرب لها تليفون، لما يجي يخلص المكالمه هو يقول لها لا اله الا الله، هي تقول محمد رسول الله، وهو راح الشغل هي وهو بتودعه وتقفل الباب وراه تقول له لا اله الا الله، هو يقول لها محمد رسول الله، يعني تمام التمام. وبعدين يجي جوزها ويتجوز عليها شرعا دي قطعه اربعه، هي تعمل ايه بقى؟ تقلب البيت وتخرب الدنيا وتطلب الطلاق، وجوزها قال لها انا بس الشرع اربعه، لا ما اعرفكش، وتاخد العيال وتروح عند ابوها، ويروح هو لابوها يا عمي مراتي يقول له لا يمكن تخرج وترجع لك تاني الا لو طلقتها ومش هتشوف العيال، يا عمي لي اربعه يقول له مالناش دعوه بالاربعه، قال يا عم ده قرانك اللي بيقول كده، لكن لا طبعا مصلحه بنت اهم. وفي الاخر برضه الراجل يصمم، المهم من هنا لهنا مفيش حل، يرفعوا قضيه على الراجل ويخلعوه. طيب طب والست التقيه اللي عماله تقرا القران ديت، هو مش فعلا القران بيقول كده؟ اه طب ليه ما سمعتش كلام القران؟ مش على هواها. طب تسيبي الاسلام؟ لا الاسلام ده هو اللي انت بتعمل زي كده بالظبط. ازاي يا اخ سامي؟ بفرجك من جوه كتبك وبالترجمات، واثبت لك ان اللي قال لك ان البروتستانت حرفوا الكتاب المقدس هو اللي كذاب وقعد يضحك على الناس اكتر من 40 سنه، واللي انت لسه عايش في القصه والوهم ده، والوقت ما بيقولوش الكذبه بتاعته لان اكتشفوا انها كذب، ووريت لك حكايه بريزفتيروس وحكايه اريفس من جوه ومن جوه الكتاب بتاعكم القبطي اللي انتم مصادقين عليه، احسن تقولوا البروتستانت برضه هم اللي زوروا الترجمه القبطي. ماشي كده؟ وبعد ما فرجك بعد كل دوت ها واقول لك نفتح الانجيل، يقول لي الانجيل ترجع تاني تقول لي كنيستي الام ده كان كنيسه محرومه، بس يعني انت عارف الحكايه دي من زمان، وتفضل برضو متمسك معرفش ايه وتقول لي ده احنا الكنيسه اللي واحنا بتاعت ام الشهداء وام الشهداء وبتاع مين يا عم؟ هو انت هتخش بالجمله، انت كل واحد مسؤول عن نفسه، بلاش الوهم اللي انت عايشه. فانت عامل زي الست دي، افرجك واوري لك الغلط واوري لك الكذب، وبعدين تيجي تقول لي ده احنا اللي عملنا معرفش ايه واحنا لازم حفظنا الايمان، ايمان اللي حفظته ده اللي دخل الاسلام مصر كان بطرك لما بنيامين ال 38 يعني، ده التاريخ روح ذاكر ورايا. فالحقيقه انت بتعمل زي الست، الشارع محل الاربعه مش عاجبها، ومع ذلك تقول لك انا مسلمه وتفضل متمسكه باسلامها. انت اديني بفرجك فين؟ لو 1% شغل دماغه زي الاخ اللي لسه حكينا عنه دوت، ده يبقى كتير قوي كده. ماشي كده، خش على النقطه اللي بعدها. المره دي هجيب لك اقوال اباء، هجيب لك المره دي اتنين، والحلقه الجايه كم واحد تاني كده يمكن يذهب، وبرده ثلاثه اربعه ولا حاجه كده على حسب يعني نشوف الوقت يسع قد ايه. اثبت لك منهم من كتاباتهم ما كانش في كهنوت على فكره. بالمناسبه حد قال لي ممكن انت برضه بتاخد الحاجه خارج سياقها، شد حيلك انت وطلع وفرجني يعني، انا مش هقعد انا اسقيك بالمعلقه يعني. انت مش عاجبك الكتاب ومش عاجبك اقوال الاباء، اما لا اجيب لك. بص في ناس ملهاش حل، عارف يعني ملهاش حل؟ اولاد للهلاك، ده قصدي في الكلام يعني. نخش في الموضوع. يوستين الشهيد، قبل برضه ما نخش على يوستين الشهيد عندي حاجه كده عايز اقول لك عليها، من باب لو انت بتحب تفكر تشوف الانجيل، وبعدين لو قلت لو لقيت في اختلافات في تفسير الانجيل شوف تطبيق، لازم تشوف تطبيق في الانجيل وفي التاريخ عشان تخلص نفسك من القصه. هتقعد بقى انت تتحداني وتقول وايه رايك يا اخ سامي في دي، بعد ما جبت لك كم واحده في الحلقه اللي فاتت انهم قسوس شيوخ، قسوس شيوخ اللي اتقال عليه ان هو كاهن بس هو رب المجد والمؤمنين، وبعدين يجيني يقول لي وما رايك في يعقوب 5:14؟ ايه اللي حزقاك ديت يعني؟ نكمل نقول بقى يوستين الشهيد ده من القرن الثاني من سنه 100 ل 165، ده اصلا يوناني وثني ولد في اسرائيل بس هو مش يهودي يعني.
ده اولا. المرجع الاول حوار مع تريفو. تريفو ده كان راجل يهودي، هم يحبوا كانوا ينقروا مع اليهود وبيكرهوهم سم وده منهم، وطبعا دي غلطه تؤخذ على كل الاباء بلا استثناء، وبوظوا فيها تفسير ايات كتيره خاصه بالمجيء الثاني وخاصه بعوده اليهود، بس ده مش موضوعنا يعني. بس عايز اقول لك ان الاباء دول يكنون كراهيه وعداء غير يعني مبرر لليهود، وكان ليهم حق في حته يعني، ان كان ساعتها اليهود يعني اتبعزقوا على وجه الارض كلها، وحتى ما لهمش لا دوله ولا رئيس ولا اي حاجه زي كده، بس ده كان حتى نبوه. بس انا عايز اقول لك احسن تفكر ان الاباء دول يعني كانوا، لا طبعا، بني ادمين بشر وبيخطئوا كثيرين جدا. المهم نرجع ناخد من كلامه كتاريخ. المرجع الاول اللي هنتكلم فيه حواره مع تريفو اليهودي في الفصل 116، الفصل 116 ماشي كده. ولكن لكي اقدم لكم رواية إعلان يسوع المسيح القدوس، أستأنف حديثي مرة أخرى وأؤكد أنه حتى هذا الإعلان قد جاء لنا نحن المؤمنين، اسمع الحتة اللي جاية، بالمسيح رئيس الكهنة، أي هذا المصلوب اللي أنت بتقول عليه المصلوب. فأنا عايز بس أوثق إن قال على المسيح رئيس كهنة، ما قالش رئيس شيوخ، ماشي كده. ده في الفصل 116. برضو في نفس الحوار مع تريفو الفصل 118 بيقول له يحث على التوبة قبل مجيء المسيح الذي بالإيمان به صار على سوره. هو بيقول بيحس يعني بيحس اليهود على التوبة قبل مجيء المسيح الذي بالإيمان به صار المسيحيون أكثر تدينا من اليهود بكثير. عدي دي دلوقتي، أنا شرحتها بسرعة يعني، لأنه مش هي دي تهمني، يعني يهمني الكلمة اللي جاية، لأنه هو الكاهن المختار والملك الأبدي المسيح بما أنه ابن الله. ماشي كده. أنا غرضي من المرجعين دول أنه بوثق أنه قال على المسيح رئيس الكهنة، ما قالش عليه رئيس شيوخ، يعني ما قالش عليه أرشي بريزبيتيروس، قال عليه أرشي إريفس. ماشي كده. ده المرجع الأول. المرجع الثاني بقى ده حاجة جميلة قوي. المرجع الثاني دفاع يوستين الأول فصل 67 بيوصف فيه، وعلى فكرة أنا لما قريت القصة دي زمان وأنا بدور يعني انتبهت لها قوي، وقفت عندها فترة طويلة يعني. الفصل 67 بيقول لك العبادة الأسبوعية للمسيحيين، هو بيوصف إزاي المسيحيين يوم الأحد بيعبدوا الرب. حلو الكلام ده. بيقول إيه بقى؟ وفي اليوم المسمى الأحد أو يوم الشمس، بس هي طبعا بقى ما اسمه الأحد يعني، يجتمع كل من يعيش في المدن أو الريف في مكان واحد. وفي السريع، وما قالش كنيسة، لأن كان لسه الاختراع ده عمله ترتليان لما سمى المبنى كنيسة في القرن الثالث وليس كنيسة. وتقرأ مذكرات الرسل. اه شفت بقى، تقرأ ايه؟ مذكرات الرسل، يعني عايز يقول الكتابات المتاحة الموجودة للرسل، أو كتابات الأنبياء، دي كده يقصد بها العهد القديم يعني، حسبما الوقت يسمح بذلك. إذا بيقروا بطريقة حرية، مش نصوص محددة لازم تقراها. وبعد ذلك عندما يتوقف القارئ، أيوة، يوجه رئيس المتكأ. إيه ده؟ ما قالش الكاهن يعني، مش هتلاقي كلمة كاهن حضرتها. شفهيا يعني بيوعظ ويحث على تقليد هذه الاشياء الجيده، يعني يعني بيحث الناس على انهم يتبعوا يعني بيشرح وعظه يعني. ثم ننهض جميعا معا ونصلي. شايف بقى يعني بيصلي يعني ترنيم كده على طول يعني. وكما قلنا سابقا عندما تنتهي صلاتنا، هنا واضح ان الصلاه هنا بحريه وليس بنصوص محدده، ودي صلاه الصلح وده ما اعرفش ايه وده ايه وده ايه، لا الكلام ده كله اختراعات بشريه. بعد ما يخلصوا يعني الجزء الاول من الصلاه ده، يحضر الخبز والخمر والماء. استنى دي واحده، ده يعني الناس دي اجتمعت عملت ايه الوقت؟ قروا صلوا وبعدين قروا وبعدين صلوا تاني ورنموا يعني. طب وفين باكر وفين بخور يا عم؟ ما ودوره البخور والهيكل والمذبح ما فيش، كذب كله. نقراها تاني. يحضر الخبز والخمر والماء. الله، طب هم ما جابوش بخور، ست بخور، عديها دلوقتي. ويقدم الرئيس ايضا، ما قالش كاهن اهو، يعني ده رئيس الجلسه، ايضا الصلاه والشكر. بص اسمع بيقول لك ايه، حسب قدرته، يعني هو بيصلي زي ما هو عايز
بيشكر الرب. عارف زي ما لما بتيجي نعمل كسر خبز في الكنيسه وبنقف بنشكر الرب على اللي عمله وبيقول لك على قد قدرته. اذا ما فيش نص يقول لك هذه صلاه استدعاء الروح القدس لتحويل الخبز والخمر الى ما اعرفش ايه، هذه ما اعرفش صلاه ايه، ده المجمع، ده مجمع القديسين، وهنا نقعد وهنا نقف وهنا ده يقول ده كده، ما كانش موجود. هي بالظبط زي المنظر اللي انت بتشوفه في الكنائس التقليديه او اللي بتشوفه عند اليهود المسيانين اليوم. دول برضو بروستان تفكر فيه على مالك. اذا ما فيش بقى عندي صلاه الصلح والمجمع واستدعاء ما اعرفش ايه. وبعدين يقول لك على الخبز والخمر والماء ويوافق الشعب قائلا امين. بعد ما هو يقول كده بيقول امين عظيم. وبعدها بعد الحته دي بقى يتم توزيع مما تم الشكر عليه، يعني الخبز والخمر، على كل واحد من الحاضرين. استنى استنى بس استنى بس استنى. طب فين صلاه استدعاء الروح القدس لتحويل الميه الجسد الخبز والخمر جسد ودم؟ فين ما اعرفش صلاه المجمع؟ فين ما اعرفش الترحيم؟ فين 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 اللي انا بقراه دلوقتي ده المنظر اللي انت بتشوفه في الكنائس التقليديه ولا الكنائس غير التقليديه؟ طبعا بتشوف اللي انا بقراه دلوقتي ده هتشوفه في الكنائس غير التقليديه بما فيها كنائس اليهود المسيانيين. هو ده اللي بيحصل. بعد كده يتم التوزيع مما تم الشكر عليه لكل واحد من الحاضرين، اما الغائبين اللي جات لهم ما جاتلهمش فرصه يحضروا فيرسل نصيبهم بواسطه الشمامسه. مش يقول لك بقى حق الذخيره والكاهن هو لازم يروح ومعاه شماس ماسك الشمعه. يا لهوي اللي انا قريته ده مش ده اللي انت بتشوفه النهارده في الكنائس غير التقليديه؟ هو ده اللي كان في الكنيسه في القرن الثاني كما يشرحه مين بقى؟ القديس يوستين الشهيد. حلو كده؟ كده خلصت لك يوستين من حتتين، دفاعه علشان بس أأكد لك إن كلمة رئيس كهنة موجودة ولكن قيلت عن المسيح بس، وحبيت أوري لك طريق الرسمة بتاعة بيعملوا إيه يوم الأحد أهو. لو أنت جيت النهاردة في كنيسة غير تقليدية، واحد قال لك إحنا قبلنا الرب وعايزين نصلي معرفش، أنا حصل معايا ناس أثناء الكورونا نعمل إزاي ومعرفش إيه، لأن هل لازم يكون في ناس مجموعة؟ لا كذا كذا، هو ده نفس الكلام. يعني اللي انا قلته له او اللي احنا بنعمله ده اللي بنعمله، قلت له ممكن تعمل برضه كده في بيتكم عادي، يعني هو ده اللي بيتم. اللي بعده ده مين ده يا عم؟ ده ايريناوس قرن تاني. ناخد واحد تاني بقى، سوري ده احنا اللي ده كان يوستين متاسف. ثانيا بقى ايريناوس ده ايه؟ بيسموه ايه؟ ابو التقليد الكنسي يا عم. وده على فكره زمنه قبل زمن يوستين، ده من 100 سوري بعد زمن يوستين 120 ل 202 قرن ثاني. ماشي كده؟ يوستين كان من 100 ل 165، يعني يعتبروا كانوا معاصرين لبعض لفتره مش لا بأس به يعني. ده بقى هناخد منه شويه مراجع كويسه قوي يعني كبيره. المرجع الاول في لما تيجي تقرا اقواله في ملاحظه تمهيديه لإيريناوس في كتابه ضد الارتقاط. بيقول ايه في الملاحظه التاريخيه دي؟ هذا التاريخ عرفنا بالكنيسة في الغرب، يقصد أوروبا، حيث وصلنا إلى ضفاف نهر الرون أو نهر الراين، حيث ازدهرت الإرساليات المسيحية منذ ما يقرب من قرن من الزمان، لأن احنا دلوقتي في القرن الثاني، فبيقولوا الإرساليات وصلت لغاية فرنسا بقى لها يجي 100 سنة أوريدي. ويبدو أن التجارة كانت نشطة بين مرسيليا في فرنسا وسميرنا، سميرنا دي فين؟ في تركيا. وكان اسمع بقى اللي جدا بوليكاربوس، مين بوليكاربوس ده؟ تلميذ يوحنا الحبيب، قد ارسل بوسينوس، ده واحد عنده، هنعرف مين بوسينوس دلوقتي يعني، الى بلاد الغال اللي هي فرنسا في وقت مبكر كمبشر لها. يعني بوليكاربوس اللي هو كان تلميذ يوحنا الحبيب بعت واحد اسمه بوسينوس لبلاد فرنسا يبشر فيها. لقد ثبت كرسيه في ليون، وقال لك يعني عمل زي ممكن تقول كده المقر الرئيسي بتاعه في ليون. عندما انضم اليه مين بقى؟ ايريناوس كقسيس، ما قالش ككاهن. فبعد ان كان تلميذا له على يد بوليكاربوس، كده فهمت؟ يعني بوليكاربوس ده كان بيتلمذ ناس، منهم اثنين، واحد اسمه بوسينوس، واحد معاه كمان اسمه ايريناوس. بعت زمان بوسينوس بعد الاول لفرنسا وهو راح اسس خدمه هناك، بعد شويه بعت له مين بقى؟ بوليكاربوس برضه، بعت له واحد يساعده ثاني. مين اللي بعته؟ مين الشخص اللي بعته له ده؟ اسمه ايريناوس اللي هو بنسميه ابو التقليد الكنسي. بيقول لك بعته له عشان يساعده كي كقسيس، ما قالش ككاهن. ماشي كده؟ دي نمره واحد. او يعني دي ايه؟ المرجع الاول.
المرجع الثاني، المرجع الثاني ايريناوس بقى كتابات عن الايه البدع. الكتاب الثالث هو عنده شويه كتب عن البدع والهرطقات يعني. الكتاب الثالث، النقطه الاولى في الكتاب الثالث ده هناخد منه الفصل ال 12. بيقول ايه في الفصل ال 12؟ الفصل ال 12 هناخد منه فقرتين، الفقره الرابعه والفقره ال 14. في الفقره الثانيه بيقول ايه؟ ولهذا ايضا اذ كان رؤساء الكهنه مجتمعين قال لهم بطرس مملوءا جرأة: يا رؤساء الشعب وشيوخ اسرائيل. دي هتلاقيها في اعمال 5:4 بعد حكاية المقعد لما جاء يكلمهم، فكان بقال لك ان اللي كانوا قاعدين كان ايه؟ رؤساء الشعب وشيوخ اسرائيل، او كان مكتوب قال عليهم وصف من هو رؤساء كهنة. عايز اوثق ان وصف كهنة العهد القديم بالكهنة. اكسكيوز مي. وبعدين الفقرة 14 هيعلق على اعمال 15:14. اعمال 15 ده معروف اللي هو حصل فيه المجمع عشان خاطر موضوع الختان والامم من الموضوع دوت. ولما قيل هذا بعد اللي وصلوا لنهاية في الاجتماع ده، ووافق الجميع كتبوا اليهم هكذا. تقرا بيقول لك ايه؟ الى هؤلاء الاخوة من الرسل والشيوخ والاخوة الى الامم الذين في انطاكيا وسوريا وكيليكيا سلام. يبقى بس عايزك لو تحب تقراها انت على مهلك، عايز بس اوثق ان رؤساء كهنة العهد القديم سماهم كهنة، لكن لما جم اجتمعوا في كنيسة العهد الجديد عشان ينظروا في المسألة بتاعة الختان، لما جم يبعتوا الجواب للإخوة في أنطاكيا وسوريا وكليكية عشان موضوع الختان، دول كانوا أمم عشان بخصوص أو كان في وسطهم أمم عشان موضوع الختان، راحوا بين الرسالة ابتدوها قال لك الرسل أيوة والشيوخ والإخوة، لكن ما قالوش الكهنة، مفيش كهنة كده. كويس كده. خدنا النقطة فقرة 4 وفقرة 14. كويس كده. وبعدين في نقطة تانية في الفصل ال 14 فقرة 2: ولكن بولس علم بكل بساطة ما يعرفه، ليس للذين كانوا يعملون معه فقط بل لكل الذين سمعوه، لأنه لما اجتمع في ميليتس الأساقفة والشيوخ الذين جاءوا من أفسس والمدن الأخرى المجاورة لها. أنا قلت الموضوع ده كذا مرة وذكرته في الحلقة اللي فاتت لو عايز تروحوا تشوفوا. وهنا بتأكد أن الأساقفة هم الشيوخ، وباختصار ما فيش كهنة، وأن قلنا الأسقف مش كاهن، الأسقف هو الشيخ هو القسم. ماشي كده. روح اقراها أنت على مهلك، هتقرا ديت هتلاقيها في اعمال 20 من اول عدد 17 ويوصل لغايه عدد 28. ماشي كده. كده خدنا منه مرجعين. المرجع الثالث برضو كتابات ضد الهرطقه او ضد الهرطقات، متاسف. الكتاب الرابع، الكتاب الرابع هناخد منه ايه؟ نقطه. ايه بقى النقطه ديت؟ الفصل الثالث والثلاثون، فصل 33. العنوان نفسه، العنوان بس بيقول ايه؟ كل من يعترف بان الها واحدا هو مؤلف كلا العهدين، عهد قديم وعهد جديد، ويقرأ الكتب المقدسة باجتهاد. خد بالك من الحتة دي، يا ريتك تعمل كده يا أخويا وأختي، اسأل أي عابر هتلاقيه عمل كده باجتهاد في صحبة، أيوة شيوخ الكنيسة، ما قالش في صحبة الكهنة، صحبة شيوخ الكنيسة، فهو تلميذ روحي حقيقي وسوف يفهم ويفسر بحق كل ما أعلنه الأنبياء بخصوص المسيح وحرية العهد الجديد. ايه رأيك في الكلام ده؟ اللي بعد ناخد كمان واحدة، مرجع رابع برضو نفس الكتاب ضد الهرطقات. الكتاب الخامس، الفصل الخامس هناخد منه فقرة واحدة اللي فقرة نمرة واحد. بقول لك ايه؟ ولذلك يخبرنا الشيوخ ايضا الذين كانوا تلاميذ الرسل. حلو كده. يعني التلاميذ الناس الصف الثاني اللي بعدهم اسمهم ايه؟ مش كهنه، اسمهم شيوخ. واحب افكر حضرتك يا اخويا واختي في الحلقه اللي فاتت شفنا ان بطرس الرسول وصف نفسه بانه شيخ وانه بيكلم شيوخ، ويوحنا الرسول نفسه وصف نفسه مرتين انه شيخ، جبت منهم واحده المره اللي فاتت، انت ممكن تلف رسائله. مره بيقول الشيخ الى كيريه المختاره، دي انا ما جبتهاش الحلقه اللي فاتت، انا قلت لك المره دي، ومره ثانيه بيقول الشيخ الى غايوز الحبيب الذي نحبه بالحق.
اكتر من كده ايه؟ وبعدين تطلع لي وتقول لي وايه رايك يا اخ سامي، كانه نوع من التحدي، ما اعرفش، ويجيب لي ايه ما اعرفش منين. روح اسال بطرس ويوحنا، قول له انت شيخ ولا كاهن ولا رئيس كهنه؟ زي ما بيضحكوا عليك ويقول لك الاباء الرسل دول البطاركه والاباء الرسل ما اعرفش ايه وخلفائهم هم الكهنه. كذب، خلفائهم اسمهم شيوخ، هم نفسهم كانوا بيسموا نفسهم شيوخ. تاني، ولذلك يخبرنا الشيوخ الذين ايضا كانوا تلاميذ الرسل ان الذين رقدوا نقلوا الى ذلك المكان، اي الفردوس الذي اعد للابرار، وهو المكان الذي اختطف اليه بولس وسمع كلمات لا توصف بالنسبه لنا في حالتنا الحاليه. الكلام ده هتلاقيه في كورنثوس الثاني اصحاح 12، وان الذين ذهبوا الى هناك سيبقون هناك حتى انقضاء كل الاشياء كمقدمه للخلود. حلو الكلام كده؟ سهل الحلقه دي؟ هنعمل حلقه تانية بنعمه الرب يعني كتكمله، هنجيب برضو شويه اباء تاني قوات شويه اقوال. ادينا جبت لك مثلا، ادينا جبت لك يوستين وإريناؤس ابو التقليد الكنسي، ما عندهمش يا حبيب قلبي. مش عاجبك الانجيل؟ قعدت تقول البروستانت حرفوه؟ سوري، اللي بيقول كده كذاب من اكبر راس لاصغر راس، واللي اخترع الاختراع ده اصلا معلم الاجيال. انا يعني انا استلمته منه وكنت بناقر صحابي في الجامعه البروتستانت، بقول لهم انتم غيرتوا كذا، بس ما كانش عندنا الدليل ومحدش كان عارف الدليل. هم اهو يعني لغايه لما ربنا اتاح ان بقى عندنا الكتابات بالعبري وباليوناني، فرحنا نشوف، لقينا لا مؤاخذه كان جبريل اوحى له ان البروتستانت هم اللي عملوا كده. واديني جبت لك من كتابك اهو، هل البروتستانت هم اللي حرفوا بالترجمه القبطيه؟ الا تخجلون يعني، معلش انا اسلوبي كده، بس عشان خاطر يعني اللي بيقعدوا يتطاولوا ويتحدوا اهو. اتفضل يا عم، وبعدين يجري ويجيب لك معرفش مين ويقول لي ده معرفش مين ده معلم الاجيال وما يعني ده، واللي يقول لك الكتاب ما هوش كل حاجه ويقول لك احنا مش بنعرف بنعمل ايه. ما انا مش، خلينا نرجع تاني لموضوعنا. اخويا واختي من فضلك يعني ممكن نقول حاجه كده في دقيقتين ولا حاجه. اشجعك لازم تقرا، لازم تدرس كلمه الله، لازم تدرس واربط عهد قديم وعهد جديد. يعني ابتدي بالعهد القديم وهتلاقي فيه اشارات في العهد الجديد. سوري، ابتدي بالعهد الجديد لكن هتلاقي فيه اشارات من في جوه العهد الجديد بتشاور على العهد القديم، فهتربط لك ده في ده، فهتلاقي نفسك بتفهم وبرضه تعرف قد ايه انه يوجد اله واحد زي ما قلت قبل كده، وكتاب واحد يتكلم عن شخص واحد له مجيئين، المجيء الاول للخلاص والمجيء الثاني للدينونه. وفي كتاب جميل على فكره اشجعك لو تقدر تنزله، اسمه المسيح في جميع الكتب، يقصد طبعا جميع الكتب اللي هي بتاعت الكتاب المقدس يعني، عشان تشوف تتعلم حاجات كده خليك تتغذى وتتبني روحيا، لكن ما تفضلش عايش على الكلام الهلس بتاع الزهورات والزيوت وما اعرفش، وده ما اعرفش رمله التراب بتاع قبر مين بيشفي، وما اعرفش لا مؤاخذه كانوا جايبين بقى جزمه ما اعرفش مين ويقول لك اتفضل يا عم، وشال ما اعرفش مين، والحكايه تاهت وناسي كتابك المقدس وماشي ورا الوهم اللي الشيطان اغواهم بيه وقال لك الكتاب ما فيهوش كل حاجه، وسابوا الكتاب لغايه لما خلوا الكتاب ما بيساويش اي حاجه. الكتاب المقدس هو ده الكنز اللي ربنا سابه لنا عشان نعرف. اقرا شوف المسيح كان مرجعيته ايه، كم مره يقول في الكتاب المقدس فتشوا، عارف يعني فتش؟ يعني تنبش فيها، مش مجرد تقرا وخلاص، فتشوا الكتب لأنكم تظنون أن لكم فيها حياة أبدية وهي التي تشهد لي. وشوف المسيح كم مرة يستشهد بالكتب وكم مرة يستنكر التقليد، خلصت القصة على كده. وبعدين هم يقولوا ما اعرفش ايه، اخويا واختي تمشيش وراهم، يضحكوا عليك، بتغامر بحياتك الأبدية لما تمشي ورا الناس دي. المهم كفاية كده، لو تعتقد الحلقة تستاهل لايك اديها لايك، ولو ممكن تشترك على السوشيال ميديا بتاعتك يبقى كويس. وانت انا رب في مجيئي هنتقابل في حلقه تانية نكمل برضو شويه حاجات زي كده. سلام المسيح كله.